أعرب سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن خالص أمنياته وأطيب تبريكاته لسمو الرائد ركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بمناسبة إنهاء سموه بنجاح دورة القيادة والأركان المشتركة من جامعة المشاة البحرية الأمريكية في مدينة كوانيتيكو بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالإنجاز الذي حققه سمو الرائد الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بإنهاء متطلبات الدورة، والذي جاء في ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خدمة لمملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، داعيا سموه المولى عز وجل أن يوفق سمو الرائد الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان لما فيه كل خير وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والنجاح.